بما ان درسنا من شوية كان عن المحبة يا توتا، فخليني احكي لك عن اللي قال الآية دي. اللي قال الآية دي يا توتا هو بولس الرسول في رسالته الاولى لأهل كورنثوس. كورنثوس دي فين دي؟ يا توتا اسمها كورنثوس. بصي، كورنثوس دي هي البلد اللي كان بولس الرسول بيبشر فيها. عارفاها، مش بولس الرسول كان بيبعت رسائل لأهل كورنثوس بيعرفهم على بابا يسوع؟ ايوه بالظبط كده. اصلا بولس الرسول او زي ما بنقول عليه رسول المحب، كان واحد من الناس اللي كانت واقفه بتحرس هدوم الناس اللي كانت بترمي الشهيد استفانوس بالحجر. ايه ازاي؟ مش هو اللي قال المحبة لا تحتد ولا تظن السوء يا فتفوتة؟ انت متأكدة ده هو؟ اه يا توتة، هو بنفسه. تحبي تعرفي ازاي؟ ايوه طبعا، احكيلي. هحكيلك يا توتة. بولس الرسول ده يا توتة اكبر مثل على ان المحبة تقدر تغير قلوبنا كلنا، لانه ببساطة كان انسان تاني خالص، كان انسان مش بيحب الناس، كان من اكتر الناس اللي بتكره بابا يسوع وكمان ولاده. بالظبط كده، يعني زي ما عمل مع الشهيد استفانوس، لانه كان موافق على كل اللي بيحصل معاه. في يوم كان شاول الطرسوسي دوا راكب على حصان ورايح مدينه اسمها دمشق. اول لما وصل المدينه دي وقف عند بابها. ايه ده، وقف ليه؟ لانه شاف نور عظيم قوي. النور ده خلاه مش قادر يشوف، وساعتها سمع صوت بيقول له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ انت مين يا سيدي؟ انا معرفكش. وفعلا قام شاول من الارض ودخل المدينة، بس فضل مش بيشوف لمدة 3 ايام بحاله، وما كانش عارف لا ياكل ولا حتى يشرب. بس ربنا ما سابش شاول كده، ساعتها بعت له واحد من الخدام بتوعه اسمه حنانيا، وهو ساعتها قال له: أنا سامع يا رب، بس يا رب شاول ده مش بيحبك وممكن يقتلني. وفعلا راح حنانيا لشاول، وبمجرد ما حط حنانيا إيده على عيون شاول، شاول شاف على طول، وتعمد شاول ساعتها واعترف بالمسيح اللي كان زمان بينكر، وتحول كل الكره والحقد اللي جواه لمحبة كبيرة قوي، وتحول من شاول الطرسوسي لبولس الرسول الكارز باسم ربنا يسوع المسيح. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. يا توتا انت نمتي ولا ايه؟ انا سرحت بس في القصة، انا نزلت عشان زعلت واحدة صاحبتي اسمها مريم، بس هي ما كانتش قصده تقطع لي الشنطة، بس تعرفي انا بكرة هروح واصلحها. برافو عليك يا توتا، لازم دايما يكون قلبك مليان بالمحبة. حتوتة توتة.